وحسين وبي يعني كل شيء يلزمنا نلاقيه بمكان واحد، واسعار ماشي حالها، السوق جوا بناء وماشي الحال، وقريب على البيوت ونجي يعني كلهم مجمع واحد يعني، ها هي مشكلة. أرخص شيء هون، أرخص يعني أسعار أرخص شيء هون صايرة إجبار، لأني عليه مثلا بشارع فلسطين أجار، عنده أجار غالي مثلا، عنده أجار مثلا 100,000 في الشهر أو 75، إجباري بده يبيع قطعة غالية لحتى يطالع فرق الأجار. نحن لا عندنا أجارات ولا عندنا شيء، يعني إجباري عم نبيع شيء أرخص يعني، يلا مثل بدلة مثلا هو ببيعها ب 1000، نحن بتوفي معنا ب 600 ب 500 هيك يعني. أسوق الخميس تشوف القطعة الرخيصة، لا أشوف الخضرة الرخيصة، الوضع تعبان ومشان هيك ذنيك والله، هي قالي الخضرة بالسوق وبالمحلات وبالهاي، نجي على دليل هنا 100 نقدر نشتري، نجي على حصابون 150 نقدر نشتري، بالمحلات 200 و300 ما في، لازم ما يشتغل، لا عدنا حدا يشتغل وعايشين تك هنا فراغ هنا خضرة هاي دورنا منقع على نهار جاءنا عم درنا أو دواري أو فقاع بكير، إن شاء الله العالم تمشي بكير ترجع قبل الحق، شغله كويس في إقبال الحمد لله، أنه في مواسم في إقبال، يوم يكون الوضع كويس أمان أهم شيء، والحمد لله موجود الأمان والعالم عم تشتري، وشوفت عينكم هذا الحكي يثبت السوق مو نحن نثبته الحمد لله.